السلام عليكم. علي خامنئي يغرد بالعربية عن جرائم إسرائيل. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال حساب المرشد الإيراني علي خامنئي في منصة إكس: إن جرائم إسرائيل سجلت في التاريخ، ونعتبر أنه حث بعد زوال الكيان ستسجل هذه الجرائم في الكتب. وفي حسابه على منصة إكس جاء في تدوين لحساب علي خامنئي باللغة العربية: جرائم الكيان الصهيوني لن تنسى، حث بعد زوال هذا الكيان من على وجه الأرض ستسجل هذه الجرائم وقتل الآلاف من الأطفال والنساء في الكتب. هذا ووجه حساب المرشد الإيراني علي خامنئي في منصة إكس مساء يوم الأربعاء رسالة إلى جبهة المقاومة بخصوص الأبقاء على أهبة الاستعداد. وجاء في التدوين على حساب خامنئي باللغة العربية: فلتبقى جبهة المقاومة على أهبة الاستعداد لمواجهة الغصب والاستكبار، ولا تغفل عن مكر العدو، ولتضرب حيث تطال يدها بعون الله. واتهم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اليوم إيران بمساعدة وتحريض الحوثيين في اليمن على استهداف سفن في البحر الأحمر يشتبه بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها. هذا وقد أعلنت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن في وقت سابق يوم الأربعاء استهداف سفن أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل بعدد كبير من الصواريخ الباليستية البحرية والطائرات المسيرة. في الأخير، إذا كنت من المتابعين النوعي من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.